يما كلنا فينا العلم. كنا بنقول ايه بقى؟ قول ايه يا دكتور؟ نسيتني؟ انا طلعت. طلعت يا دكتور اللي جالك من طرف الواد ميشو. ميشو ميشو، انت اللي جايب زبون مريض جديد. ايوه. انا اللي جايب مريض جديد، اسم الله عليك يا دكتور. طبعا عارف النظام بتاعنا، مفيش حاجة بتخش جيبي، كله لمركز أبحاث المستشفى وبيراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات. يا دكتور، يا دكتور، أنا كل أصحابي زباينك هنا، أنا عارف كل حاجة، ما تقلقش أنت. أسعار زادت شوية. يا دكتور بقول لك ولا يهمك، فيها يا دكتورة؟ بص يا دكتور، الضحية اللي أنا بكلمك عليها دي مش أنا اللي مسلمها، دي مراته هي اللي مسلماها. والولية دي متريشة قوي تدفع فيه أي حاجة. بس أنت لازم تكون فاهم حاجة كويس قوي يا دكتور. خير. الواد ده هيحور عليك. اسمع، هيحور عليك. هيقول لك خرجني بقى ويلغيك في فلوس، إن هو يديك فلوس كتير ويظبطك كل الشغل ده، أنت عارفه يا دكتور. هو هيحور يعني؟ آه. وأنا هدور. الكلام ده ما ياكلش يا حلاوة. المصحة عندنا هنا مش مجرد علاج، دي تجربة حياة. مع عوض الدقاق. ايه ده يا دكتور؟ ده كده دقاق. هو ده الدكتور؟ ما كان لابس البلطو بالعيد يا دكتور. ادي واحده وادي الثانيه. ايه ده؟ ده مش كتير؟ دي مش بتعزيه؟ قوي. لا لا حط. مش عايز اعمل حاجه؟ لا لا خالص. الله يرحمك يا زكريا. ما توترونيش بجد كده. هينام نوم التنين. زكريا جابوه صاد. اوه زكريا، ازيك؟ عامل ايه؟ مش عوايدك يعني تتصل بيا وتقولي لي تعالى؟ انت حتى مش طايقاني. ليه بتقول كده؟ احنا مش اهل. اتفضل. مين دول؟ دول اصحابي عاملين حفله كده صغيره، قلت اعزمك عشان نرجع ايام زمان ونرجع اصحاب. غلطت يعني؟ مش مستريح لك يا ياسمين. خش. لو اي خالد. زكريا. انشنطن. طول عمرك حربايه يا ياسمينة. ياسمين. طيب يلا امسك ده كيسي اصلا، امسك كاس من عوار. مش عارف داخل تاخد كيسي برضه. لو اي تشرب كاس؟ ماشي اوكي. معاك انت؟ معايا جزازة كبيرة. ما تشغل لها مزيكا خير. عينيا. ربنا يهيصها. نور يا زكريا. صحتك طيب. انت مين؟ انا ماجد. ماجد مين؟ ماجد عبد العليم. شاعر. ماجد وشاعر؟ زبون جديد يعني؟ عارف بتفكرني بنفسي من 10 سنين، كنت عايل وير زيك كده، طول بعرض. اتعرفت على ياسمين، احلى ست في الدنيا، وادي اخرتها. زي ما انت شايف. يا حاسس دماغي طيرت. ايه ده؟ ايه ده؟ انت حطالي مناوم؟ حطالي مناوم؟ عاملين عليا كمين؟ عايزه مني ايه اكتر من اللي عملتيه فيا؟ عايزه تموتيني؟ لا انا اللي هموتها. جتان ليه خالد؟ ليه؟
شغال. ما ماتش ما ماتش ما تخافش. لا يا ماجد لا انا ما اتفقتش معاكم على كده. لا لا يا جماعه مفيش. اهدي 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 مفيش حاجه. لاي اتصل بتاعك شوفه فين. اه شوف اهدي اهدي بقى. هلو ايوه طلعت انت فين؟ تعال كده تعال اهو مقفر اهو اهو شهر يخرب بيت ابو المخطره اهو. كده يا ياسمين بتبعيني يا ياسمين يا عم شهر ظلم. ماشي ماشي يا ياسمين ماشي. خلاص اهدي بقى اهدي اهدي خلاص اهدي اهدي مفيش حاجه اهدي. انا هجيب لك الفلوس تيجي معايا. انت قلتي انك جايه. لا لازم انت قلتي انك عايزه تتاكدي. يلا يلا خشي هات الورقه والفلوس وتعالي. ها ما تنسيش الورقه. ما قلنا بلاش مد ايدين بقى. قلت لك تعبان. مالك يا بت؟ ما انت جاي تعملي ايه؟ وري استوحي. لا يا باشا حقك عليا يا باشا. بس فين يا باشا حقك عليا؟ غور يا بيت زوزو حقك عليا يا باشا. ده محلك يا باشا محل صحه فيا انا باشا. تنزلي ويسكي هنا للباشا على حساب محل مش هتشوفها تاني يا باشا. بس فين يا باشا؟ ما تقلقش انا همنجيهم. ايوه كده صحه فيا تاني يا باشا. بقول لك ايه انا مش بحب الراجل ده. ايدي طويله وبعدين انا مودي وحش. مودك مودك ده هناك عند امك. انما هنا المام واكل العيش. عاجبك عاجبك مش عاجبك غوري في 60 داهيه. انت على طول بياع كيتا. انا عارف ايه اللي ملخبط حالك يا خايبه. ما تعلقيش في حبال دايبه وشوفي شغلك باشا زي اللي انت زعلتيه منك ده. لو انت بنت صايعه بصحيح كنت بلفتيه. خد سمر السنه اللي فاتت غير لها حياتها. مش نازل لي من زور يغور هو وفلوس. انا مزاجي في حاجه تانيه. طب اختفي من قدامي دلوقتي مش عايز اشوف وشك في الصاله لحد ما يمشي. احسن برضه. ايه يا جماعه الطريق الضلمه المرعب ده؟ ماجد انا خايفه. ما تخافيش انا معاكي. في ايه اهدي. احنا هنوصل ميتة. خلاص يا معلم قربنا. هنا قريب اهو. بقول لك يا ست الستات المستشفيات الكبيره اللي قدام حضرتك دي. اني واحده اهي اللي قدامك اهي. بس اهو اهو بس اركني هنا. الف حمد لله على السلامه. ماجد انا طبعا مش هنزل معاكم. زمان زكريا فاق ولو شافني هيوديني في داهيه هيعمل فيا حاجه. لا طبعا لا لازم تنزلي بنفسك. الله مين هيديهم الورق ومين هيس ايه اتفقنا ايه تيجي تطمني. يلا يلا طلع ايش انا معاك. خدي الورق اهو. ارموه هنا على المطله. طب تيجي هون دورهم خلص. ماجد انا عايز امشي من هنا بسرعه. ابص ايدك. هانت هانت ما تقلقيش. ده بقى دكتور استلموه بقى وخلصوا. اخلص. ايه ده؟ ايه ده؟ اديني وشك. اديني وشك. هموتك يا ياسمينة. هموتك. نهايتك تكون على ايديا يا ياسمين. خلاص اهدي بقى. اهدي. اهدي ده عيل بو. اهدي. بعدين العيال هيعملوا معاه الصح. بقت اتحبس خلاص اعتبريه هنا كده في معتقل. ادينا العيال هنا مسيطرين سيطره تامه. مش قادر يا ماجد. خلاص بقى اهدي. ايه ده؟ اهدي معلش اهدي اهدي بقى. الله 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 فيها نجمه. انت قلت ليه الدكتور جوه نجمه؟ مضيت على دخوله وقلت له على البلاوي اللي كان بيعملها بسبب الزفت اللي كان بيتعطاه. مش قادر اصدق اخيرا خلصت منه. خلاص اهدي بقى ماجد عشان خاطر يلا نمشي من هنا. طيب استني بس نمشي ايه؟ مش هينفع تسوق انت كده. ما تاخدش طول ده. ايه؟ يلا ما بعرفش اسوق. خد يا خالد. ما بعرفش اسوق. طلعت امسك سوق انت. اوتوماتيك دي؟ ماشي ماشي يلا يلا. طيب. ايه؟